اهلا بحضراتكم مره تانية، ودلوقتي وصلنا لفقره نبض 100 عوبه. خلونا نروح لنادي الزمالك ده ياخد فيه زميلتنا العزيزه عولا القائد عشان تقول لنا كل الجديد من داخل النادي. عولا نهارك ابيض وكل سنه وانتي طيبه. يا خالد نهارك ابيض وانت طيب وبخير، وكل الزمالك ومصر كلها دايما طيبه. يا رب يكون عيد سعيد عدى علينا، وان شاء الله كل الايام تكون اعياد وجميله ان شاء الله على كل مصر مش على الزمالك بس. خليني اقول لك خالد، طبعا الزمالك امبارح ومصطفى شلبي الهدف الاول من اول ربع ساعه من اللقاء حط الزمالك في المقدمه، وبعدين عزز اللقاء وعزز الفوز طبعا كابتن عبد الله السعيد بالهدف من ضربه جزاء صحيحه 100% لتنتهي طبعا المباراه بنتيجه 2-0 وثلاث نقاط غاليين. وعن مكاسب المباراه حدث ولا حرج، نقول طبعا عن قطاع الناشئين وعن اشتراكهم مع الفريق الاول، عن كل الحاجات دي كلها هنتكلم، وكمان عن المكاسب اللي شافها نادي الزمالك واللقطات المهمه اللي طبعا دكتور اسامه وكل الحاجات الايجابيه اللي شفناها في المباراه امبارح. ودائما بنتكلم عن الحاجات الايجابيه، ودايما هو ده دورنا ان احنا نعمل سبوت دايما على الحاجات الايجابيه. لكن اخدك معلومه كده سريعا الى نادي المئه، وطبعا بذكر بقى كابتن عبد الله السعيد وهو طبعا من نادي المئة، نتكلم عن كابتن حسن الشاذلي الاول طبعا في المركز الاول برصيد 176 هدف، يليه كابتن العميد حسام حسن برصيد 168 هدف، وايضا كابتن الدوزوي برصيد 127 هدف، اعتقد كده انجاز التعبير 127 هدف، بنفسه بقى كابتن عبد الله السعيد. والمناسبه كابتن عبد الله السعيد مش راس حربه صريح، ولكن هو الوحيد اللي يعني يمكن على اخر الموسم كده ينافس كابتن الدوزوي منفردا في المركز الثالث. ما ننساش بقى كابتن هيدر مصر، كابتن جمال عبد الحميد 101 هدف ايضا في نادي المئه، وكابتن احمد الكاس، وكابتن عبد الحليم علي 81 هدف، هدف التاريخي صحيح هو مش في نادي المئة لكن هو الهداف التاريخي لنادي الزمالك. خلينا بقى نتكلم عن فنيات اللقاء امس مع كابتن محمد جمال ضيفي وضيفك النهارده يا خالد، برحب بيك، اهلا بيك يا جمال. صباح الفل يا علا، وصباح الخير على خالد صديقي الصدوق، وصباح الفل على كل زملكاويه في مصر. يوم جميل امبارح، اتمتعنا بالمباراه معايا امبارح، كنا مع بعض بنتفرج فعلا مع الماتش مع بعض هنا في القاعه. مباراة كبيرة، أنا فرحان لعبد الله السعيد قوي، خد حقه الماتش اللي فات اللي قبليه كان هو نجم المباراة، والمفروض ماتش سيراميكا كان ياخد المان اوف ذا ماتش، للأسف مش عارف الاختيارات اتعملت ازاي، امبارح اتنصف تاني جول على التوالي يجيبه. أنا قلت المعلومة صح 127 هدف؟ لا متهيألي 128 هدف، كابتن دوزوي هو دلوقتي وصل 127 هدف لأنه الماتش اللي فات كان 126. هياخد المركز الثالث على آخر الموسم. لا ان شاء الله ان شاء الله، يعني لو الماتشين اللي جايين دول اتلعبوا باذن الله، يعني بعد يعني طبعا احنا مع قرارات مجلس الاداره اي قرار هياخدوه احنا في ظهرهم كاعضاء جماعه عموميه هنا، وواحد من جمهور نادي الزمالك انا جمهور درجه ثالثه برضو انت عارفه يا علا كويس، اي قرار هياخدوه احنا في ظهرهم، اي حاجه يعني تشيل كرامه نادي الزمالك، كرامه نادي الزمالك قد الدنيا كلها، نادي الزمالك من اعرق الانديه الافريقيه، فاي قرار هم احنا بندعمهم، واي حاجه في مصلحه الكره المصريه ومصلحه نادي الزمالك احنا معاهم. نتكلم بقى على مباراه امبارح، المباراه كانت هايله، انا مبسوط كمان اللي عمار ياسر خد شوط كامل، محمد السيد خد في الاخر، ناشئين نادي الزمالك بخير، انا اتكلمت كذا مره هنا قلت احنا عندنا جواهر كويسه جدا في قطاعات نادي الزمالك، عندنا في البراعم برضو يا كابتن، ومن غير تكلفه كبيره على النادي بالظبط بالظبط. لا لا في 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 ناس قريبه قوي تلعب، احمد رفاعي انا نفسي ياخد سيرد باك قوي جدا نفس ستايل حسام عبد المجيد بس هو كورته كمان اعلى شويه، عندنا ايشو لعيب قديم لعب من زمان قوي نفسي ياخد، في عندنا في قطاعات الناشئين في 2005 السنه دي يعني ان شاء الله باذن الله كابتن بدر حامد السنه دي قدم لنا 2-3 لعيبه كمان يطلعوا يلعبوا، هو ده قطاع نادي الزمالك اللي انا اعرفه من صغري من القطاع بتاعنا وابو العلا وجمال حمزه والجيل ده، وقبلنا مجموعه طارق السيد وعبد الواحد السيد، وكان كل سنه كتير. كان كل سنه بيطلع لنا 2-3 يعني، كابتن احمد مصطفى رحمه الله عليه ابو الاشبال كان مطلع لنا اجيال عديده جدا، منها كابتن خالد الغندور، كابتن سامي الشيشيني، اسامه نبيه، مدحت عبهادي، معتمد جمال، المجموعه دي كانت
طلعت محمد صبري الأيقونة بتاعتنا. هو ده دور قطاع الناشئين. انا متاكد كابتن محمد حلمي برضه ادي لكم التحيه، الراجل يعني ادى دوره. وبعدين جه كابتن بدر حامد، الراجل جاي بيكمل تكمله، هم كلهم زمايل بيكملوا بعض. انا شايف قطاع الناشئين لو اهتموا بيه شويه مجلس الاداره، هم طبعا في الدرجه الاولى مهتمين جدا. انا اتمنى ان هم يساعدوا كابتن بدر حامد السنه دي، يعني يدعموا، يبقى في بونص، يبقى في لائحه. ونتكلم عن مصطفى شلبي وعن دوره اللي شفناه الهجومي والدفاعي عشان برضو نديله حقه. بص اقول لك حاجه، مصطفى شلبي بيفرق جدا معانا، لو هو فايق بيفرق جدا مع نادي الزمالك. اولا بيصنع اهداف كويس جدا، بيعرف يجيب جون. انا شايفه حته من بن شرقي، بس بن شرقي طور من نفسه شويه بس بعد فتره. على فكره مصطفى شلبي لسه برضو، انا اتمنى اللي هو يلعب على جوه اكتر. هو مصطفى شلبي على اللاين باستمرار جدا، وما بيدخل جوه ال 18 بشوف جوه ال 18 الكره اتردت له، هتظبط رجله كويس جدا طبعا، وفيجن عالي بمعلمه، وهو لعيب هداف. انا اتمنى مصطفى شلبي يطور من نفسه اكتر من كده، عنده كتير جدا، فرق معانا كتير جدا. عاوز كمان، مبسوط اتكلمنا على عبد الله السعيد، ندي له حقه. الراجل امبارح كان فايق جدا، طبعا زيزو يعني ايقونه كبيره، هو انا حاسس امبارح اللي هو كور الثابته كلها كان هو بيلعبها. اتمنى بقى مستر جوزيه، طبعا زيزو لعيب كبير جدا ومن احسن لعيبه في مصر دلوقتي، اتمنى بقى الادوار تبقى متبادله ما بينهم، يعني مثلا زيزو يلعب كوره، عبد الله السعيد يلعب كوره، زيزو طبيعي لعبه تعاونيه، زيزو يشوط بلانتي، عبد الله السعيد يشوط بلانتي، يعني يبقى في تنوع شويه. لا ماتش امبارح كويس جدا، عملنا خدنا سكور كويس، نتيجه كويسه، دفعنا بالناشئين، فاليوم امبارح كان حلو جدا. اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه يعني يكمل. بضمن جمهور نادي الزمالك، عندنا قطاع ناشئين كويس جدا، عندنا لعيبه سوبر، اللعيبه الجديده اتمنى اللي هي الفتره الجايه تاخد. محمد عاطف شفناه امبارح في السكور، اتمنى اللي هو يلعب، انا شفته في التمرين لعيب مميز قوي، بس لسه دور ما جاش عليه. صبرا جميلا، وان شاء الله اللي جاي كله خير لنادي الزمالك. شكرا جدا يا كابتن، وان شاء الله نبارك لك تاني ونلعب مباريات مهمه، ونكون دائما وابدا كده دايما عندنا ايجابيات في المباريات باذن الله. ويوم صباح الفل على كل زملكاوي في مصر. شكرا يا كابتن خالد. ده طبعا لقائنا مع كابتن محمد جمال، وكل التمنيات والامنيات لنادي الزمالك دائما وابدا يكون فوق. دائما بنقول الزمالك اولا، بالتاكيد يا خالد عوده ليك مره اخرى. بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا علا القائد، واكيد كل الشكر للكابتن محمد جمال، وان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لكل لعيبه نادي الزمالك، ويكونوا ان شاء الله في مزيد من التالق خلال الفتره القادمه. دلوقتي